يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالأسباط والصابئة؟ الأسباط بطون بني إسرائيل، هم الأصل أولاد يعقوب لأنهم 12 أولاد يعقوب، فذريتهم يسمون الأسباط، فيهن أنبياءهم، هؤلاء هم الأسباط، طوائف بني إسرائيل أي بطون بني إسرائيل 12 قطعناهم 12 أسباطا أمما، أسباطا أمما، يقولون أنهم مثل القبائل في العرب. نعم، مثل القبائل في العرب. والثاني وش السؤال؟ الصابئة. الصابئة على قسمين، صابئة موحدون، وصابئة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وصابئة ملاحدة. صابئة ملاحدة. نعم.